هيلبس له كام طلقه كده في تلبس ماسك بس عشان ما يجيش احنا لما نزق نضربه. يلا يا رجاله اتصور يا نجم. لا رايحين دلوقتي البنت بول. لا جروب من مرتزقه. ليبيا ليبيا ليبيا. كلمة بتوع ليبيا. طب ده في بظني هذا احنا كده 4 4 هم 4 تعالوا كده احنا 3 4 عايز ابي عايز ابي لسه انتوا هتحسبوا الشباب دول ايه؟ اربعه معاك بقى هيلعب. طب انت روح اقف كده عشان نستنى ماشي معاك والشباب واحد هنا وواحد هنا فضل عايز ابي كده ده اللي هيقف في النص ماشي عايز ابي معانا عشان خلي عايز ابي معاهم وخلي عايز ابي تعالى عايز ابي خلي بس واحد منهم ده ياسين كده تبقى خمسه مين يبقى مع عمو محمود ومين يبقى اصلا ايه التشويق ان هم يبقوا فريقين ضد بعض. طب خلاص خليهم هنا معاكم عايز ابقى واحد ضد بعض. خد خلي واحد معاهم في واحد جاي معانا في واحد مش عايزين لا عشان هم صغيرين. لا في واحد اسمه عايز ابقى لسه جاي معانا حد فيكم كده اربعه ها مين يروح معاهم؟ تعالى تعالى انت معانا تعالى انت تعالى عشان لا احنا هناخد رقم. بص هو فين يا يحيى هو ده التشويق اصلا اصل انا عارف الراجل ده انا عارف شخصيته انا عارف شخصية الواد ده ما تأثرش على الواد انا عارف شخصية الواد ده وعارف شخصية الواد عارف الواد ده طالع لمين وعارف الواد ده طالع لمين انا هرمي المسدس وهجري وراه وفلقوا في الجيزة انا بن شيماس وجون سينا بن شيماس معاه بكالوريوس تجارة جامعة حلوان مين الاعداء ومين الاصدقاء عشان انت معانا ها انت عارف تضرب مين اللي بيدينا عندك المصروف اللي ما بدكش تلعب في الالعاب ها الريموت اللي انا عايز في الفريق الموت امبارح اتنطط يا بيضه اتنطط هشوف يا ايام لو تمام ركز بس خمس دقايق ولا خمس دقايق اهم حاجه انا في لعبتنا الماسك الماسك ده طول ما تجيب شغال ما ينفعش لاي سبب من الاسباب ان انا العب تمام خدت فيه تشوت خلعت من اي حاجه في مشكله في الجون في اي مشكله عندي حتى لو عايز اخرج بره الجيم خالص برفع الجون لفوق واي حد فينا رافع الجون لفوق محدش بيروح عليه انتوا فاهمين بس اي حد فينا رافع الجون معانا كده ان الجيم ما بيوقفش الجيم شغال اه بس هو ما حدش يضرب على الراجل ده حد بيضرب عليه تمام كده على استراتيجيه جميله افضل اقف كله ارفع طب صور يا عم الحارس دلوقتي تمام ده بالنسبه للماسك انا رافع الجون اللي فوق اللي هو عايزه تمام نيجي بقى للمسدس اللي احنا هنلعب فيه اهم حاجه ما تشيلش الجون كده لو شلته كده بالشكل ده الضرب بتاعي يتفتح والجزء اللي فاتوا على الارض لو انا الارض شايفها دخلها تاني جوه ان طالما وصل له دروب ما ينفعش اشغلها تاني والجون ده نفس الكلام يعني ما احطش البارل دي بتاعت المشوره الارض او احط الجون نفسه على الارض تمام الجون ده طالما وصل له دروب ده ما ينفعش لو ده طلع غير واحد ما ينفعش تاني ممكن هم كانوا خلصوا الجيم او لسه مثلا في نهايه الجيم فانت بتدعم وقتك انت تمام الماسكه بتاعت الجون بمسك الجون ستريك تمام ولا يمين ولا شمال نيجي بقى للجون الجون بيبقى فيه زرار سيفتي زي اي جون عادي كده الجون سيف تمام كده فين اوريك الزرار تمام كده انا قافل شايفين صباعي فين شايف الزرار ده ده وري بس الولاد شايف الزرار ده الزرار ده ماشي الزرار ده تمام عشان النضاره بس محمود الزرار ده يا جماعه طول ما بيرز بالشكل ده كده من ناحيه اليمين جون ايه سيفو بيضربش بدوس عليه طالع من ناحيه الشمال بالشكل كده كده الجون فاير لو نقدر الراجل ده شويه والله العظيم يعني دخل شمال يطلع يمين والله العظيم ماشي والله ما ينفعش يدخل شمال ماشي بس ضربه 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 لازم يبقى شكله حزين يعني بص كده ضربه انا متحكم في عدد لو انت فضلت ماسك يبقى يضرب ورا بعض لا يعني بص ضرب مش هيضرب تاني اه تك 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 على حسب ضغطه ايده
خايفني من الموضوع ده والله خايف. ده يا جماعه تروح يمين وشمال رجعوا تاني هنا بالشكل ده تمام كده بقى سيف كده بقى سيف مش عايزينه سيف خالص بالنسبه لده اشول ماشي. الزرار ده يا جماعه او مهمته مثلا معانا في الملعب مثلا بيبقى الجيم شغال نقول اولد فاير مثلا احنا بنوقف الجيم معنى كده اول حاجه امن عليها السيفتي ماشي فهمت انت اللي بتقول وقف الجيم محدش ليه يعني بص مش انا اللي معاك في الملعب يعني معاك واحد تاني اسمه يحيى اللي هو مسؤول عن الملعب في اي مشكله عندك في اي حاجه سواء رفع البنا او اي حاجه هو هيجي لك في مكانك او انت هتروح تمام بس في الجن تاني معلش يبقى ستريتش تمام ده بالنسبه لزرار السيفتي سيدي دلوقتي يا جماعه انا فاتح السيفتي الجن بتاعي ما بيضربش شايفين الامر ده بيعمل لك كابستون بعمل اعاده تعبئه تاني برجع لورا تمام اهم حاجه دي ممكن تغلط مني في اي حاجه مثلا وانا بلعب في اي بنكر او اي سيت انا مستخبي راس زي كده تمام نخشها كده طلع انا اضرب دلوقتي بقى لقيته ما بيضربش معنى كده ان انا اعمل له رولود تاني دي بقى اللي انت كان قصدك عليها تمام لكن مش ما بيضربش في الهواء بايظه لا لا حبيب قلبي في اشاعات بتطلع عليك اللي بتعمل ايه هو الواد ده تمام تمام انت بتحط بقى الطلق اللي هنشتريه كله مره واحده انت هنا معاك الهواء عايز اعرف معاك الهواء ولا لا اي رد سواء في اللودر ده او اللودر الثاني رد شفاف بيبقى معانا نرفع الجون كده هيبان فيه طلق ولا فوش بس ما افتحوش خالص ما افتحوش تمام ده بالنسبه للجون في حد عنده اي سؤال في الجون شكرا كذا مره كذا مره ايه دوس ورا بعض تفضل تدوس افضل دايس عليه انا افضل دايس بص هم كده بدا طلق بص لو اتثبتت صباع مش هيضرب سرعه الضغط بتاع ايدك اللي بتحدد الطلق بتاعك ماشي اوكي اول جيم بقى نلعبه ماشي هنلعب حاجه اسمها مينيشن بوينت بنحسبها سكور تمام اي ضربه جون شوت ب 10 بوينت هيت شوت هيد تيجي في الماسك يعني تمام بس في ناس ما تعرفش انجليزي لا شوف هيد يعني راس تمام اهم حاجه بقى في بدايه الجيم محدش فينا بيبدا مستخبي تمام اول حاجه بقى في تيم واقف في اخر الملعب اونلاين والتيم الثاني نفس الكلام هنا اونلاين محدش فينا بيتحرك من المكان ده غير بعد كلمه جو يعني مثلا احنا واقفين بسالك ريدي معنى ان انت ريدي لابس الماسك فاتح السيف تمام مع كلمه جو بنبدا نتحرك تمام نص الملعب بتاع اللي محدش فينا بيعديه هو البيت ده تمام مع كلمة طب محدش فينا بيعدي اللاين ده هي سبب من الاسباب يعني فريق هنا وهنا صح؟ هنا وهنا دي اللي يعني انت تعدي وانا دي الحدود وناس هنا وناس الناحية التانية ده كده ده نص ارض الناحية التانية نص ارض ده الفاصل ما بيننا وبين كريم يعني انا لو هنا كريم ما عدتش انا تمام؟ انت اخرك اللاين ده يعني مثلا وقفت هنا مثلا ولقيت ايوه ايوه ده بقى بالظبط كده بابا هو يا واد ها تمام ماشي ده بالنسبه لاول سيناريو ثاني سيناريو هنلعب حاجه اسمها كابشر ذا فلاج ده في علم في نص الارض مكتوب من التيم ده او التيم ده واحد بس فينا بيجيب الفلاج وبيرجع بيه ثاني اللي ستارت جيم من غير ما يتضرب من غير ما الفلاج يتضرب عشان المهم بقيه التيم اللي معانا ان هو بيعمل تبقى موجوده فين بقى؟ بيضها تاني؟ بقى هنا جنب الشباك ده للفريقين اللي هياخد الفلاج زي لعبه المنديل ايوه لعبه المنديل واحد فينا كان تشيل على البلدي كده شوف بقى ايه انا اموت فيه ايه المنديل افهم اهم حاجه ما ينفعش ان انا اخد العلم واديه لحد تاني هو واحد بس فينا اللي بياخد العلم وبيرجع بيه ما ينفعش ناخد العلم واديه لاي حد تهضرب خلاص يرجع فيه البوينت معينه برضه ايه بيرجع بيه للستارت جيم بتاع اللي هو اخر الملعب كمان تمام ده سيناريو تاني ده السيناريو هو الاولاني كان ايه معلش الاولاني هو البوينت احنا بنسيب لو ضربت في راسك ضرب في صدرك ده ضرب في البلبل ده ضرب مفيش بوينت يا عيال يا باشا ده محتاج تجي هو يمسك الجنب الشمال كده ويفتح السيف ماشي يا باشا انا عارف المشروب ده جنب الشمال يا باشا طيب ماشي حاجه ثانيه ماشي ده بالنسبه للجيم اللي احنا هنلعبه ماشي اللي احنا بنختار اول جيم هنلعبه ايه هو اول جيم خلينا في التنشيل مش هنقفش الناس نجري ورا بعض ايه يا عم تلعب اصل هتعور لا ما تقلقش هو كده كده الملعب مفتحش او مثلا احنا حبينا ان احنا نفتح الملعب بس لو نفتح الملعب موافقين كلنا هنفتح الملعب كله يجري ورا بعض لا انا زي ما احنا متقسمين تيم اوكي بس اجي هنا ولا برضه ممكن خلاص بقى بس على حسب احنا نتفق يعني بس هو تعرفش هو مسافه معينه يعني ما بيني وبينك يعني بص يعني ده سيت انا بس خبره ما ينفعش يبقى انت هنا وانا هنا وهو مضربه في راسه بس انا بهاب نلعب نضرب بعض مثلا انا مستخبي هنا وانت مثلا مستخبي في المنطقه دي تمام ده بالنسبه لفتح الملعب ماشي تمام اوكي قلت احنا جاهزين يلا حد عايز يسال في اي حاجه شكرا ار يو ريدي يا السينما مسكت نخش يا هلبس حتش قال ايه يعني